تشاهدون الليلة في سهرية. رحاليستا يغني في وسط الشارع. سبب غلاء المواد الغذائية في رمضان. ولأول مرة نستقبل رسائلكم الصوتية على الواتساب. مساء الخير عليكم، ليلة جديدة من ليالي رمضان، ليالي السهرية، ليلة أكيد دائما مليئة بالتشويق والحماس واللعب والحزن والفرح وكل المشاعر أكيد نشارككم فيها في السهرية. مساء الخير. كنت أكيد مساء النور عبير ومساء الخير على كل مشاهدينا اليوم فطرين خفيف وجايين أمورنا طيبة ولا؟ أكيد. إن شاء الله صحة سحوركم يعني. طبعا اكيد صحه سحوركم وصحه شريبتكم، واهلا وسهلا بكم في سهريه، واكيد سهريه غير اليوم. اكيد اليوم فقراتنا كالعاده والعابنا في شويه مفاجات حتكون اليوم، لكن في بعض الالعاب اللي حيكون شباب تقريبا لاول مره بطريقه مختلفه حيكون اليوم. صحيح، وحيكون في اضافات اليوم، حيكون حنستقبله الفويس نوتس او الرسائل الصوتيه على رقم الواتساب اللي حتشوفوه على الشاشه، وحاب نقول ان يعني حنحاولوا نعرضوا اكبر عدد واكبر قدر من هذه الرسائل، لكن اكيد مش حنقدروا نعرضهم كلهم، بالاضافه اكيد الى انستغرام وفيسبوك على البث المباشر وتويتر عبر هاشتاج سهريه، والناس كل الناس اللي حيتصلوا بينا وحيخشوا معنا على الواتساب ان شاء الله يكونوا مشاركين في المسابقة، السحب اللي حيكون بكرة على 5000 دينار ليبي. طبعا أنا اليوم أكثر واحدة فيكم رايقة. أنت تندرجحي مش بس رايقة. ريلاكسكي، أجواء حلوة الصراحة. لا لا الدرجيحة ماشية معك عبير. خلونا نمشي لفقرتنا المعتادة واللي أكيد حس روحي عندي اللي دائما نبدأ فيها سهرية، فيك نيوز. أهم الأخبار من سهرية. أعلنت مدن مصراتة والخمس وبني وليد وغريان بالإضافة إلى الزاوية وورشفانة عن إقامة مؤتمر جامع للمصالحة الوطنية بين أبناء المدن المذكورة، وذلك في مدينة تاورغا، وسيتم خلال المؤتمر التوقيع على بيان ومعاهدة للسلم الاجتماعي. هذا وقد قامت ودعت ممثلين عن سرت وسبها وبعض المدن بالمنطقة الشرقية للحضور والإشراف على مراسم التوقيع، فيما تم إبعاد كافة الأطراف الدولية، فيما اعتذر المبعوث الأممي غسان سلامة عن حضور المؤتمر الوطني للمصالحة في تاورغا بسبب زيارته المفاجئة لموريتانيا لمناقشة الأزمة الليبية وتداعياتها على الوضع الأمني في الصحراء الغربية. في خبر آخر، تم افتتاح أكبر مدينة مائية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط على شواطئ مدينة زوارة ليبيا، وذلك بعد إنجاز المشروع في 6 أشهر بالتعاون مع شركة والت ديزني العالمية لوضع لمساتها الهندسية على المشروع. المدينة المائية في زوارة ستكون رافداً مهماً للسياحة المحلية، وسيأتي لزيارتها سنوياً ما يقارب 500,000 زائر من دول المجاورة وعدد من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى عدد من الزوار القادمين من المالديف وجزر الكاريبي. استحدث رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فايز السراج وزارة باسم وزارة التعاسة، وذلك بعد ارتفاع أصوات تطالب بإنشاء هذه الوزارة لمتابعة الأوضاع المعيشية للشعب الليبي. من مهام الوزارة المستحدثة هي إعداد قوائم بأسماء التعساء لإعطائهم جرعة من حقن الرحمة للتخفيف من معاناتهم ومعاناة كافة التعساء والإنهاء على حياتهم كوسيلة سهلة لا تكلف حكومتهم مبالغ مالية كبيرة قد يحتاجها السراج لتمويل جولاته الخارجية. ينطلق يوم غد مؤتمر طرابلس الدولي للأمن بمشاركة 189 دولة حول العالم، ويحث المؤتمر الدولي الذي يستمر يومان التطرف ومحاربة الإرهاب في أوروبا، وأيضا محاولة جمع الأطراف الأمريكية المنقسمة في مؤتمر طرابلس للوصول إلى حل الأزمة المستمرة لسنوات في الولايات المتحدة الأمريكية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز الإخباري من سهرية، والآن العودة إلى الزملاء في الاستوديو.
هذه كانت فقرة الفيك نيوز والأخبار الغير حقيقية. أما الأخبار الحقيقية أكيد حتلقوها على 218 نيوز اللي متابعها حال المواطن كل ساعة بساعة وكل يوم بيومه. بس إبراهيم شو رأيك في الفيك نيوز؟ أنت شو من حاب تحكي؟ والله في بعض الأخبار بدأت أول خبر اللي هو المصالحة الوطنية الشاملة. أوكي هو خبر غير صحيح لكن هذا اللي نتمناه نحن. بالعكس هذا اللي نحن في يوم من الأيام نتمنى أن كل الليبيين يتصالحوا وكل بيناتهم بالذات المناطق اللي في بيناتهم نزاعات تاريخية وسنين طويلة. بالعكس نحن ليبيين وأرض ورقعة واحدة ولو نحن 6 مليون شخص لو ما حفظناش على أرواحنا بجديات يعني ليش للانقسام هذا؟ كلها ليبيا كبيرة وتسع للجميع وخيراتها تسع للجميع. نتمنى يا رب الليبيين كلهم يتجمعوا على كلمة واحدة ونحافظوا على بلادنا ويعم الأمن والأمان في البلاد. قلت أكيد بس أنا مش مقتنع بقصة 6 مليون صراحة. هي صح اكثر ولا اقل؟ الاكثر اكثر بواجد هي تقريبا اكثر لان ديما نسمع في كل مكان حتى لما نسافر في كل مكان في ليبيين وفي جاليه ليبيه كبيره. نحن في ليبيا في كل مكان في زحمه يعني تلقى زحمه في كل مكان. في ليبيا في كل مكان في ليبيين بالضبط. لا في ليبيا في كل مكان في زحمه لكن هذه نحكي عليها العدد ممكن لانه له واجد تعداد السكاني يعني ما قالوش عليه لكن ضروري نعرف ونحن شو هو الرقم تقريبي شباب يعني مش 100% دراسات بس اكيد تقرب يعني. الرقم طبعا اكيد تابعنا مجموعه من الاخبار ونعرف بان خيرات ليبيا كثيره ومن زمان 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 من ايام المملكه يعني لو كانوا المسؤولين عليها اشتغلوا عليها كانت عندنا مش يعني زي ما نقولوا مدينه مائيه واحده مدن بس للاسف نتمنى ان شاء الله تكون عندنا صحيح واحد من اكبر السواحل في شمال افريقيا على البحر المتوسط وصراحه مش بس هيك بحر جميل جدا يرد الروح كيف ما يقولوا الواحد اكثر من اكثر الحاجات اللي يوحشنا في ليبيا ممكن البحر لان عندنا زي يعني حاجه طبيعيه وبتاع كل يوم وبتاع قهوه وبتاع غيرها فمفروض ان الاستفاده منه من زمان يعني من قبل حتى 2011 ديما نحكوا على ان كيف مش مستفيدين منه ومش قادرين نديروا فيه شيء يعني مش بس تو حتى من قبل حتى في النظام السابق كان مهمل بشكل كبير جدا وهذه مفروض يكون واحد من اهم الموارد اللي عندنا اللي هي السياحه طبعا. كانت منعدمه يعني بشكل كبير جدا اكيد موضوع حلقتنا اليوم نحكي على الاسعار في رمضان واكيد على لايف الفيسبوك سؤال حلقتنا لليوم يتعلق بشو رايك في الاسعار هذه السنه الاسعار في السلع التموينيه والخضره وكل اللي يعلن في رمضان بدات في رمضان في استغلال عن بعض التجار اكيد مشكلهم يعلن الاسعار بشكل كبير خاصه في السنه هذه خاصة في السنة هذه نحن نعانوا بشكل كبير جدا من غلاء الأسعار ومن السيولة صح مظبوط صح هي في ظل شباب الأزمة الراهنة اللي صايرة توا وأنت كيف ما قلت إبراهيم يعني في ناس تستغل في الأزمات هذينا وفي ناس بصراحة صح ممكن رمضان مش أكل بس برضو يعني أكيد الناس محتاجة إنها تاكل بعد الصيام يعني ممكن نحن عندنا شوية عندنا مشكلة في النقطة هذه في شهر رمضان المفروض إن الأسعار يتنقصن فيه صح بس هو بالعكس يصير للاسف بالعكس بينما في دول ثانيه في اوروبا وفي امريكا مثلا وول مارت سوبر ماركت معروف جدا في منه العديد من المحلات ينقص في الاسعار في رمضان صح والعديد زيه مش بس وول مارت يعني وجدات ينقصن في الاسعار بينما عندنا نحن العكس نشوفه في فرصه او في التجار يشوفوا في فرصه معينه يستغلوا في هذا الموقف او للاسف يعني بينما هذه الصوره الاوضح لكن ما نشوفوش في الصوره الثانيه اللي هم الناس يحبوا يساعدوا وينقصوا الاسعار بشكل عام يعني. بالضبط ممكن حتى في من ناحيه اخرى يعني نعرفوا بان التجار ممكن هذه فرصتهم الوحيده اللي كسب الرزق اكثر ولكن هذا مش مبرر صح. ابدا صح. يعني نعرفوا بان حتى طبق الدحي زمان من 3 دينار يولي في 7 دينار في شهر رمضان يعني شيء مبالغ فيه الدجاج حتى هو قريب يطير كل المواد الغذائيه مش حرفيا يطير في السعر مش قصدي الدجاج يطير ايش رايكم نقرا بعض التعليقات يلا نقرا بعض التعليقات على لايف الفيسبوك سالي قالت اسعار هلبه غاليه اللطف يا ربي الطماطم الاخضر وصل الكيلو ب10 جنيه منين بيجيبوا الفلوس ما فهمتش هم اصلا التجار يستغلوا في حاله البلاد في شهر رمضان كمال قال يومكم طيب مبارك عليكم شهر رمضان اكيد مبارك عليك كوكا قالت نحييكم كلكم هو اكيد متلخبط شويه التعليق محمد بايقرا قال صح فطوركم منورين الشاشه منور بوجودك اكيد ولوري قالت يسعد مساكم احلى طاقم واحلى برنامج تحياتي لكم ولكل اهل ليبيا عندنا الانستغرام من ياسمين قالت صح فطوركم الحمد لله الاسعار في متناول الجميع رمضان قال اسعار كل يوم بسعر في نور الدين قال اليوم منى خليكي سريعه في شنو في قراءه التعليقات حاضر
في الاء الفيتوري قالت عادي اسعار في متناول الجميع، تحياتي للجميع وتحيه خاصه لمنى، شكرا لك. من منى؟ انا. في نوردين قال ان شاء الله بالفوز يا منى وعلي وعبير، يعني ابراهيم لا انت انا الوحيد اللي مسجل. شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا. اوكي نمشوا لتويتر شويه. عندنا من محمد الحمروني، هو كاتب واخيرا منى سيبت الدرجاحة لاصقه في بعضها، سيبت الدرجاحة الباين. فدوى اي ال اف، اخيرا فضيت، هذه اول حلقه نحضرها، رمضان هذا والله لكم وحشه ورمضان ما يحلى الا بكم. شكرا يا فدوى ونحن سعيدين جدا انك قدرتي تنضمي لنا. ايات فرطاس تقول حالات عبير وهي على الدرجاحة، واخيرا تحقق اللي يبغوه الجمهور. من حنون، صح فطوركم بالنسبه لي اسعار في زياده هلبه وما فيش تغيير وربي ييسر الحال او يسير الحال. هذين طبعا اراء مختلفه على الاسعار. شفت حتى تعليقات ثانيه يقولوا ان الخضره هي اغلى شيء بينما السلع التموينيه سعرهن يعني في المتناول، لكن الخضره هي اللي سعرها غالي او عالي، معناه يعني غريبه، المفروض العكس يعني. المفروض انتاج محلي يكون ارخص لان العملات وكذا والدولار ملش فرق، الخضره المفروض تكون ارخص يعني. كل تاكيد. من اروى الزايد، نفس ديما نغلط في نفس الاسم، مساء الخيرات وصح فطوركم، الاسعار نوعا ما كويسه عن رمضان اللي فات. ماشي عن رمضان اللي فات، بس برضه لما يسمعوا بالسيوله جت تشيط فيهم النار، نسال الله عافيه. اعتقد ان هذا الموضوع يحتاج لتدخل مباشر جدا من الحرس البلدي، اكيد حتى الرقابه المفروض تكون في رقابه يعني على الاسعار خاصه لازم. في شهر رمضان يعني صحيح لازم يكون في اسعار معينه محدده بالضبط. يعني نحن نشوفه في الشغل اللي يديروا فيه في الفتره اللي فاتت قبل رمضان، شفنا في برنامج العشيه في العديد من الايام كنا نشوفه انه في شغل كويس في متابعه من الحرس البلدي، انه يستمر هذا الشغل يعني. هم شباب يعني ممكن هن اشياء متفاوته ما بين مناطق ومناطق، ممكن في ناس تدير في خير يعني ممكن عندها محل خاص او هيك تحاول ان هي تساعد، بالذات في ناس عارفه جيرانها يعني عارفه الناس المستحقه، فمجرد ان هم يجوا للمحل ممكن يساعدوا، في ناس ممكن هيك، لكن هي مشكله في الاماكن اللي مش ممكن نقول عامه بس الاسواق الكبيره اللي هي ممكن عليها التركيز اكثر. بالضبط. اكيد مشاهدينا نحن الحاجه الجديده اللي نحن حنكون في حلقتنا اليوم هي الرسائل الواتساب اللي جينا على رقم الواتساب اللي ظاهر امامكم على الشاشه، حنستعرضوهن على الهواء، والرساله اللي جينا حيخش اسمها في السحب على الجائزه الاسبوعيه اللي ب 5000 دينار ليبيا. نبدا بالرساله الاولى. يلا. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير وان شاء الله موفقين في تقديم البرامج، معكم اسامه عباس. شكرا اسامه عباس. شكرا اسامه. طيب وعندنا رساله ثانيه. مساء الخير وصح فطوركم، طبعا انا اسمي اكرام من طرابلس وان شاء الله اخش صح معكم وان شاء الله نربح. ان شاء الله تربح. ان شاء الله تربح يا اكرام. اللي بعده. يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانتم طيبين. يا احلى برنامج على قناه 218. امل الحاسي من بنغازي. اهلا وسهلا بك. اهلا بك. حنين الحاسي قالت رحاب او حاجه رحاب، ما سمعناش الاسم كويس بس كل تحيه ان شاء الله كل سنه وانت طيبه، واكيد اسمك خش معنا السحب باذن الله. حسحب حسحب السحب حيكون بكره ان شاء الله، حيكون سحب على 5000 كان شكلنا الحروف اليوم بكره يعني يوم السبت. بكره يوم السبت وبكره سبت. شكلك فطرت قبل يوم السبت يعني. بالعكس اليوم اخف فتره نفطرها، اخف وحاس روحي هيك سعيد وموري طيب. الحروف اللي تاكل فين ما شكله مزل جيعان مزل جيعان. اوكي ناخذ صوت ثاني او رساله صوتيه ثانيه. السلام عليكم قناه 218، معكم المشتركه الزهار محمد. نتمنى ان شاء الله تفوزوا وتدخلوا لي السحب. السلام عليكم. وعلى السلام. اكيد ما ادراش الاسم، احنا اكيد شباب سجلوا السحب. اكيد نسمعوا لو في رساله ثانيه. السلام عليكم، صحة فطوركم، رمضان كريم عليكم وينعاد عليكم وعلى كل الشعب الليبي يا رب السلام والخير. الاسم زين جميل احمد. وانت بألف خير ان شاء الله كل سنه وانت طيبه، بس خايفه شكل حد يسمعها في حاجه شويه، بس واصله الرساله اكيد واصله. طبعا نحن حنستمر طول الحلقه ناخذه في الفويس نوتس او الرسائل الصوتيه.
بالإضافة إلى الاتصالات اللي حتكون في الحلقة، كان عندنا مشكلة حاولنا نعدلوها اليومين اللي فات، إن شاء الله تكون تعدلت يعني، وإن شاء الله تقدروا تتصلوا بينا صراحة بنسمعوا صوتكم وبنعيشوا أكثر معاكم في الجو يعني. كنت أكيد أكيد. فاصل قصير ورجعين مع سهرية. السلام عليكم، أنا اسمي محمد ويقولولي رحاليستا. واحدة من الحاجات اللي نحبن في السفر الفردي لما نسافر أنا والشنطة متاعي بروحنا هي الخروج من منطقة الراحة، سواء تكون في الحاجات اللي تبي جرأة زي صعود البراكين ونزول فيهن والمبيت في الشارع والحاجات الغريبة هذه أو تكون الحاجات البسيطة لكن تفرق. الحاجات البسيطة هذه لما تديرهم باستمرار تثبت لنفسك إن ليش لا، الحاجة اللي تخطر في بالك ديرها، ما تستناش إذن من حد، دير حاجات ذكية، دير حاجات عبيطة، دير اللي تبي تديره. عمرك مشيت في الشارع وشفت فرقة تعزف أو فرقة تغني؟ بأي عمرك خطر على بالك إنك توقف في الشارع في نص الشارع وتبقى تغني بروحك؟ مرات الناس تقول هذا كان يغني كيف الهبل، بس ليش لا؟ شو اللي يمنعك إنك توقف في نص الشارع وتغني؟ طلع الفنان اللي في داخلك. والله لي زمان ما طلعتش المواهب المدفونة عندي، بس يلا. Lasciate mi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Buongiorno Italia del spaghetti al dente. Partigiano come presidente. Buongiorno Italia con i tuoi artisti. Contro America sui mani o feste. Con i calzoni, con l'amore, con i cuori, con più doni, sempre meno suore, con gli occhi piedi malinconia. Buongiorno Dio. Lo sai che ucciso non che io te. Na 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 na. Lasciatemi cantare. Lore.
يا جماعه لاحظتوا ان ام كلثوم 90% من اغانيها موسيقى؟ هيا هيا ام كلثوم هيا هيا. وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا حبي سوا مش قبل سنه تعالي تعالي خلينا تبريك ام كلثوم وكرتون تشرب المية أمنوا الهوى أمنوا الهوى. الرسترون هادي ماركتين لا سجل الفيديو او شي بصاحبك يصورك في التليفون نتاعه دزه لنا على الايميل هذا او على رقم التليفون هذا حنوروه في الحلقه الجايه من برنامج العشيه. سلام. طبعا هذا ثاني تحدي لنا في برنامج سهريه طبعا، بس بنعرف من اللي بجربه. انا عن نفسي مش كان تحدي هو قوي بصراحه نعجب. لا طبعا ليش باهي اللي فات قلنا ان البنات ضغطوا هيك واوكي في الشارع، لكن هذا عادي تقدر تغني. هي ما تحبش التحدي باين. ما تحبش اصلا تحبش تحديات بشكل عام. يعني اكيد تابعنا مع بعضنا محمد السنيني في التحدي اللي هو يغني فيه في الشارع. لو انت حابب نفس التجربه تكون مديرها والتحدى معنا في سهريه زي ما دار محمد السنيني بالضبط، اكيد اتصل او دز ابعث الفيديو بتاعك على رقم الواتساب الظاهر امامكم على الشاشه وتعرف تحدي السهريه. انا الاسبوع هذا طبعا بديت نخصص بالاسم معش فيها، لكن خلوهم يهربوا الموضوع. تو كنت نصور لما كان الفيديو قاعد ودرت منشن لنزار الصافي. نزار الصافي طبعا هذا تحدي مباشر على الهواء، لازم تطلع في الشارع وين ما كنت قاعد، مش عارف انت وين بالضبط هو موجود، تلقاها في الانستغرام تاعك، وما زلت حنمنش الناس تانيين بعد الحلقه يعني اكيد. وين ما كنت قاعد تطلع للشارع في مكان فيه زحمه، مش دير كيف ابراهيم مره فاتت مكان فاضي. والله هو كان فاضي يا اخي في لا تركيب هذه يعني. في مكان فيه زحمه وتغني لنا اغنيه، ولازم تغني لنا هيك اغنيه فيها طرب شويه، ما تكونش طربيه يعني زي ما جرب محمد السنيني مع ام كلثوم. اغاني الزمن حتى الطريقة الجميل بالضبط، عجبتني حتى الطريقه اللي في الشارع وكذا، وحتى خلى الناس يشاركوا ويتفاعلوا معه وهو يغني. انت الطريقة مشارك ابراهيم؟ انا ما خلاص شاركت في الاولي، انت المفروض تشارك، عبير المفروض تشارك. صح انا معك 100%. يعني احنا اثنين شاركنا علي دار الضغط في الاستديو، المفروض انتم تبدوا تشاركوا معنا، وحتى التعليقات اكيد ممكن ردوا علينا لو انتم حابين ان عبير ومنى يكونوا معنا في التحدي. تمام. طبعا توا في اغنيه حتوصلنا على الهواء عبير، جماعه قالوا نبوا نسمعوكم. ايش معنى هني؟ هي غني عشان تدرج حقاده ومتدرج كوين قريب قريب نجون ندرشحوك. يا هاي عبد التحدي عندك. هاي عز الرفاقة مش حاب تطلع هذي. عز الرفاقة أنا وياك صح؟ عز الرفاقة أوكي أنا وياك يا عز الرفاقة. ما تقبل أوراق ما تقبل أوراق. كويس كويس برافو. هاي عبير شاركت في التحدي المبدئي، بس لازم تكملنا يعني تمشي. انا وياك يا عز الرفاقه. الله شفت الرفاقه العظمى هذه عجبتني. عودي عودي طبعا طبقات صوتي امكانيات. برافو عبير صح برافو كويس. انا عجبتني الشجاعه. انا ما نديرهاش ليش اسهل شيء الغناء يعني عجبتني الشجاعه قلت. بس لا من كثرة ما هو عارف امكانيات الصوتيه فعشان ما نديرهاش في مايك على الاقل باش ما نضرش الناس مساكين كيف فاطرين تو يشربوا في قهوه وجوهم صوتي لطيف يعني من غير مايك في مكان بعيد اوكي ممكن، بس بمايك هيك وني ما يصير شيء. عبير مجهزت لنا انت شيء اليوم صح؟ لعبتنا كالعاده مع عبير.
خليك تنحط هنا. يلا جيب لنا السبوره يا احمد. شكرا لك. مكانك هي عبير دنينا شويه. اوكي نور استاذ احمد. يلا حنكتب على السريع وحنبدو مع اشرح لنا شويه على اللعبه شنو هي، كيف الطريقه اللي نلعبوا فيها اللعبه زي ما تعرفوا الاولى اللي هي جماد حيوان نبات. بس بدل ما تتكلموا حتكتبوا هنا. تمام انت ديري لنا جماد حيوان نبات. أيوة. فوق خطوط وبعدين نحن نبدو. بس يا ريت الشباب حتى التايمر يحطوا لنا دقيقه عليه لان في الحروف كلهن. قالت دقيقه قالت 15 ثانيه. لا 15 ثانيه لما بتقول وحده بس. بس هذه بتقولهن كلهن، بتقول جماد وحيوان وبنت يلا وولد. يلا بده كل واحد عنده 15 ثانيه يعبي هدول كلهم، كل واحد على حسب الحرف. ناقمة علينا انت 15 ثانيه ورا. كيف تجي 15 ثانيه بيقول فيها خمس حاجات؟ مو هذا التحدي. كان تحدي شنو حتى هذا التحدي. لا الفكره اسرع واحد يدير. اوكي يلا وفقت يعني. من 15 ثانية نفس الأول نفس الأول. خلينا نديروا تحدي في 15 ثانية. لا بالواحد حتى تكتب وحدة بالواحد أفضل. هي بالعقل ما يصير 15 ثانية بالله عليك بالعقل. هي ممكن تديرها يا ستي حتى اثنين وهذا الفرق في سرعة البديهة. كل واحد فينا بيصبر. يلا حنبدو مع علي. معك انت علي المعارض 15 ثانية. طبعا تقدروا تساعدونا من خلال السوشيال ميديا سواء هاشتاج تويتر هاشتاج تويتر بس هاشتاج سهرية على تويتر او فيسبوك. لا بعد ما نكمل يعني مش مشكلة. يلا اوكي نطلبوا من الشباب بس يعودونا التايمر. تعطيني فرصة انت نكتب ولا لا؟ يلا نبدو. وين الحرف الأول؟ يلا أعطونا بس الحروف. يلا الحرف حنبدو بحرف الجيم. يلا نقرأ شوية تعليقات صراحة على الفيسبوك. الشباب مولعين. خلاص خلاص كمل الوقت كمل الوقت كمل الوقت عليك. كيف كمل هو في الدقيقة الرابعة؟ كيف يعني هذا أين وقت كمل؟ الثانية الرابعة. لا ما ينفعش عندي أربع ثواني. جانا لولو. هذه كانت تجربة. قديش بنعطيك يا منى؟ فكينا منى. اقرا بعض من التعليقات اللي على الفيسبوك. بوب قالت قالت لك عبير لعبتك حلوة. قالت لك لعبتك حلوة. وايضا صاحبة قالت جميلة وجمال وجرجير تحكي على النبات. خلونا نشوف بس ابراهيم علي شن جاوب. اسم ولد جمال، جماد جبل، حيوان حيوان شنو يعني؟ شنو جمل؟ جمل. باي وين النقطة؟ ناقصة نقطة. حمل. يعني أول حرف أكيد أجيب. ما فيش. قداش تبيني نعطيك ترى؟ مش بجوك هي. لا هو حليت. كم تعطيني؟ هذا علي. وسطات هذي. حنعطيك. يلا اللي بعده حناخده منى. غير شوية بس شنو تعطيني؟ أعطيتك خمسة. ليش خمسة؟ أنا حليت أربعة. هي صاحبة اللعبة هي حرة. اللعبة هي هي معدلات. معدلات شنو حسب الغلاء ولا شنو ما فهمت. يلا منى نشوفوا حرف منى. آيات الفرطاس جاوبت أول وحدة. عندنا أروى زايد عفوا جاوبت أول وحدة. قالت لك أروى الشريف صوتك حلو يا عبير. شكرا يا أروى. إلى تعليق واحد ثاني برضو أسيل قالت لك صوتك جميل يا عبير. يلا خلينا نشوفوا حرف منى شنو بيكون اليوم. ثاني حرف معانا اليوم حرف. يلا منى شدي حيلك. حرف العاء. سهل حرف يا منى. حاولي عبير حاولي نشوف فكره. مش عارف عليك شكي في تعاون نحس فيه انا. كم الوقت يا ريت الشباب يعطونا جدي. سوري الوقت كمل خلاص خلاص تم يا منى. سوري منى جاوبت اسم ولد عماد، جماد عود، الحيوان مع ما لحقتش. عماد. بيعطونا اعطوني جماد بحرف العاء. حرف العاء شنو عشان تحطيها بوينت يعني؟ لا لا نعرف نعرفه مش نعرف. عود. جماد بحرف العاء يا ابراهيم. عادي في عباية. عباية. حيوان. كيف عباية صح؟ قالت لك حيوان. جماد بحرف العين. قالت لك حيوان. يلا ابراهيم. هاي انا. كم منى؟ ثلاثة. ثلاثة على الكم؟ بعدين نقول لكم. فاهم اللي أربع وحدات اللي يحل أربع جواب خمسة وتعطيه. يلا خلينا نشوف حرف إبراهيم. شوف الحروف اللي تحبها يا إبراهيم. أنا حرفي ألف. ألف حرف الفاء. يلا يا سلام. يلا الوقت بسرعة.
جمال. كان الشباب تقربوا لنا حتى الوقت باش نعرفوا امتى نقولوا له يوقف. حيوان. ثلاثة. اثنين. واحد. بلاد. خلاص 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 مش محسوب مش محسوب. الأخير. بلاد فارس. خير بلاد فارس. الأخير مش محسوب. كم جاوب واحدة؟ ثلاثة زي ما أنا. لا لا بس نحس فيه الوقت عدى بسرعة أنا ما فهمت. 15 ثانية ما قلت لكم من البداية قلتوا لي لا. أوكي. من محمد الحمروني جمل جمال جميلة جرجير حنقرأ بس أول تعليقات. آيات قالت علي عبير عنب عمان. حلو. عمان مش بلاد. جنجر علي عكوز عجل عمان برضو اللي عمان صح يلا. ممكن عمان. يلا المرة الجاية نبوك 10 على 10. أوكي. يلا نشوف. أنا في تشجيع واجد لعلي نحس فيه عطيتي درجة زايدة وتو نبوك. لأني جاوبت كلها. ثاني مرحلة هذه المرحلة الأولى فيش تشجيع. لا لا أكتب النقطة من علي ضروري خليه 4 مش 5. يلا بسرعة. هاي أنا جاهز. حرف قاف. يلا. خلاص انتهى. شنو بلاد بحرف القاف؟ صعب صح؟ ها؟ في حرف بلاد بحرف القاف؟ قرينة. قرينة من يا إبراهيم؟ قرينة شنو؟ فكنا من لا 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 ما فيش. اوكي قاسم طيب. قدر قرد قدر اللي هو القدر اوكي ناقصة نقطة تمام نقرا شوية مش فيه النقاط اصلا انا عندك يا حسين يلا منى بس كم تعليق انستغرام عشان نكملوا عندك وفاء قالت على طبعا السؤال حلقة اليوم الحمد لله الأسعار كويسة في نور قالت استغلال للمواطن في جميع الوطن العربي لا يوجد غلاء في شهر رمضان بطريقة هذه إلا نحن في ليبيا نستغل أبسط المناسبات وطهرها ليش ناكلوا بعضنا يلا هنا نلعب دورك تهوي صح يلا ما نشوفوا آخر حرف معنا فادي فأر فار فرنسا يلا في حرف فات يلا نشوفوا حرف هنا يا شباب فرج فتحية فرشة فرنسا في يلا نشوفوا حرف قالت قاسم قمر قلم شباب يفتحوا لها التايمر قاسم قمر يلا ركزوا مع اللعبة يلا مع اللعبة حرف اللام سهل حرف حظ حاولي يا عبير شوفك ثلاثة اثنين برافو واحد هنا اللي ربحت اليوم بس دقيقة أنا عندي اعتراض من قدمة للجنة التحكيم والله يغش علاش اعتراض ليبيا منين من آخر واحدة من كتبها منى ومن قالها لها بس انا في بالي ليبيا يعني كيف انا ليبيا طيب خلينا نشوف لا 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 في تحيز خلينا نشوف اسم ولد لمياء اسم بنت طبعا لمياء سوري جماد ليما حيوان لبوة لا لا انا بنعرض بصراحة ليبيا شنو الجماد؟ الجماد لبوة ها؟ اخر حرف لبوة صح؟ استنى استنى شوي ابراهيم بس شنو الجماد؟ لبوة كتبت الجماد ليما 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 مش بالجماد بالجماد لا شبيله شبيله ليما عبير لو سمحتي خليك يا عبير 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 ليما نبات ليما جماد شوفوا اخر حرف شوفوا الحرف تو عطتك انت نقطه هذه تغش فيها اسكت خلينا نكتبلها النقطه نتاعها ثلاثة مش أربعة ثلاثة ولم ليما شوفوا حرف ابراهيم ثلاثة وضع أربعة كأنك انت لا لا هي اللي تحط النقاط لا يعني غش قاعد هنا حرام ولا الواحد يلا اعطينا الحرف هاي سين. يلا وان اسم سرق. ولد سند نية سرور 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 حيوان اسكت شفت نكيت على منى خسرت مرة واحدة سند وسرور بس سرور مش مكتوبة كلها سرور يكتبوها كلها واو ما عرفتش انا هاي بكتب بها هي سرور تمام انت زين ابراهيم نبي زين عطيتك من جن نان اخرى ولا خلاص شن جاوبت واحده صح انت جاوبت اثنين سرور وسند انت بقى هي خليك رقم علي غير شوي بس استنى شوي انا اخرى ولا خلاص ها اخرى انا ولا خلاص لا لا تعتقد خلاص اللي رابح ما بين منى وعلي منى استنى شوي لا لا استنى استنى لا لا استنى مش غير شوي بس كيف على اي اساس فهميني ولا قوة ولا ما عنديش نجيب لكم عشاء فهميني كيف منى مش عشاء كيف رابحة منى فهميني بس منى جاوبت غير شوية بس لا استنى شوي في صبايا الموضوع غير ويت شوي هي حرة هي فهمت شوي بس غير شوي لا لا استنى شوي واحد اثنين ثلاثة اوكي هذه الأولى صح؟ واحد اثنين غير اصبري واحد اثنين هذه منى واحد اثنين ثلاثة
واحد اثنين ثلاثة خلاص بهي كيف؟ هي خمسة وأنا ستة، كيف هي اللي فايزة؟ لا ما هي شاركت أكثر من مرة أكثر منك. عشان قلت لها هيك بال هذه قوانين اللعبة هذا البصل والفيران تاع أمس. لا لا هذا كلام ما يصحش. لا عبير معلش عشان عقابك يا عبير حكمة بكري حكمة ما يثيرش منك بكري. خلونا شباب نسمعوا رسائل أخرى يلا على الواتساب. خلونا نسمع أول رسالة. السلام عليكم برنامج السهرية، وأنا سعيدة جدا بالتواصل معكم، نتمنى إن شاء الله نكون أحد الفائزين إن شاء الله. نحن أسعد أكيد، نحن ما تعرفناش على الاسم أو ما كانش واضح الاسم، ياريت حتى الاسم يكون واضح وحتى من أي مدينة عشان نعرف. والصوت أيضا حتى الصوت كان يتعلى شوية يكون ممتاز. ناخذ صوت مسج صوت عبد العاطي عبد اللطيف شتاوي. عبد العاطي عبد اللطيف شتاوي. عبد اللطيف الشتاوي اعتقد. عبد العاطي عبد اللطيف الشتاوي. عبد العاطي كل سنه وانت طيب يا عبد العاطي، اكيد اسمك خش معانا للسحب. نسمعوا رساله ثانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبتين بكم شباب. اكيد كيف معودتونا دائما بالمفاجات والفقرات الرائعه ضمن هالبرنامج. تحيه لكل المذيعين وكل طاقم 218 او طاقم قنوات 218 دون استثناء، ورمضانكم مبروك. اخوكم عبد الله السعيدي. يومك طيب وان شاء الله ديما طيب يا رب، وكل سنه وانت طيب على الكلام الطيب هذا. اوكي ناخذ مسج ثاني قبل التعليقات عشان ما يتعرقوش معانا الناس. كل عام وانتم بخير وصحه فطوركم، ومعكم رضا من طرابلس. انا ما سمعتش، كانت تعودوا لنا مره ثانيه الفويس نوت يكون ممتاز جدا. السلام عليكم ورحمة الله، كل سنة وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير وصحة فطوركم، ومعكم رضا من طرابلس. رضا من طرابلس. مرحبا يا رضا، كل سنة وانت طيب ان شاء الله ويومك طيب. نقرأ بعض التعليقات، حنجاوب بس بعض الإجابات في المسابقة اللي كلو حقي فيها عشان الناس مجاوبين. والله حتى انا كلو حقي علي من البداية. لا اول بداية اعطتك نقطة زايدة. لا بقول لكم حاجة بس انا عرضت قلت لها انا اربعة هيك تجيب فين هيك بقول لكم حاجة بس المرأة لازم تشجع المرأة. تشجع المرأة. طيب اوكي لو نحن درنا زي درنا زي بتاع الفزعه هذيك قصتك هذاك اليوم. أيوة الحد فزعة. اللي يدير حاجه تأهله تصبي معاه تصب تأهله تصبي معاه. لكن ما تظلميش ناس ثانيين. هي شايفه عندي قدرات. لا 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 لازم مرة تشجع المرأة. قدراتنا بينتينش في الحقيقه. اوكي نقرا بعض التعليقات. كاليجيرو ليلى ليبيا بس اجابتين حنقرا لان في تعليقات حلوات صراحه. The Bright Future برضو قالت كيف ليما جمال ما تجيش بكل. لا ميسا قالت قطر صح البلاد قطر غابت علي أنا. آيات فرطاس سامر سليم سلم سوريا سلحفاة. في تعليق ثاني صراحة أنا بنقراه مش عارف وين راح ما لقيتش. علي يربح كالعادة طبعا أكيد عارفين بس مش مشكلة أهم شيء أنت بحضرين يعني. أكيد في تعليق من بدري قال ليفا. ليفا هي الجماد. جماد مظبوط ربط عليك. هي يعني خلاص أنا حاسة يعني هي ليفا بس هو توقعها معي يعني لازم يكون الوقت بسرعة بس أنت أحلى حاجة لينا هي صح ليما ممكن بديها. تكون جماد يعني ايش رايك نطلع فاصل؟ اكيد طبعا اكيد شباب فقراتنا مستمره في سهريه، حنعدوا فاصل اكيد حنرجع نسي. يلا
مرحبتين بكل من ضم للجزء الثاني من سهرية، ورجعنا معكم لموضوعنا الرئيسي لليوم اللي هو كيف تشوفوا ارتفاع الأسعار في شهر رمضان المبارك. أكيد آراء الناس تهمنا، خلونا نشوفوا مجموعة من الآراء حول الموضوع. فيما يتعلق بالأسعار حقيقة يعني مقارنة برمضان السنة الماضية لا يوجد تغيير يذكر، هي نفس الأسعار رغم حصول بعض التجار سمحهم الله على اعتمادات كان من المفترض أن يؤدي حصولهم على هذه الاعتمادات إلى انخفاض الأسعار، ولكن ربما يكون هذا الأمر ناتج عن غياب الرقابة ومتابعة الجهات الضبطية للأسعار لأسعار المواد الغذائية بصفة عامة. بالنسبة لأسعار الخضر الرقيق كويسة معقولة، رطب 50 سلك 75 جرجير 50 معقول تمام، لكن بالنسبة للخضرة الأخرى طماطم بصل ونية ذي غاليات فين ارتفاع في الأسعار، طماطم باثنين ونص والبطاطا قريب حتى هي باثنين ونص، هذين أسعار غاليات لكن باقي الخضرة معقولة، في غلاء في الفلفل فلان، الخضرة الأخرى كلها قريب أسعارها غالية، في قوة شرائية في مش ما في قوة شرائية، لكن أغلب حاجة اللي تواجه في المواطنين قبل ما تواجهنا نحن غلاء الأسعار، لأن اتجاه الخضرة كلها من جمهورية مصر العربية تمام، والحدود يوم يحلوا فيه يوم يسكروا فيه، هذين سبب من أسباب الأسعار. اللي بالنسبة للأسعار اللي قبل رمضان طبعا يوم الأحد اللي فيه الطماطم كان بخمسة جنيه والبطاطا كانت يعني كلها غالية، لكن اليوم إن شاء الله نقوله أحسن. الأسعار فيها نوع من الغلاء حقيقة يعني، وهذا الغلاء يعني ناتج عن بعض عوامل، منها البوابة الشرقية طبعا اللي هي بعض الخضار تأتي من مصر وبعضها تأتي من غرب البلاد، وهذه الظروف اللي حاصلة في البلد. أسعار والله فيها اختلاف كثير يعني في بينها وبين الفترة السابقة، ولكن كل ما تحكم مع تاجر في ليش الأسعار متغيرة يقول لك نحن القنوات اللي توريد اللي هن يجيبها في البضاعة هن اللي يزيدها في الأسعار، فهذا يرجع السبب إلى عدم وجود قنوات رسمية وعدم متابعة جهات الاختصاص الأسعار، ولكن في تغييرة في الأسعار يعني يكون فيها زيادة واجد يعني، سواء من الفواكه يعني زادت بشكل رهيب يعني، اللي كانت بأربعة تعودت بخمسة وبستة، واللي كانت بثلاثة كذلك حتى زادت. تابعنا مع بعضنا مشاهدينا آراء بعض المواطنين عن أسعار السلع التموينية والخضار بالذات في شهر رمضان، وهذا موضوع حلقتنا الرئيسي. خلونا صحيح. شباب قبل ما نستقبل ونبدو في فقرتنا نستقبل هذا الاتصال من جابر. مرحب بك جابر في برنامج سهرية. مرحبتين بكم وبرنامجكم حلو بكر طبعا، ومن أفضل البرامج. شكرا لك يا جابر اللي نعرضها في شهر رمضان. تسمعوا فيها؟ نسمع فيك طبعا. نحييكم ونهنيكم على البرنامج والتوقيت بتاعه اللي مش عادي بكل، ونحيي بالأخص علي ساروني لأني نعرفه شخصيا. أها معرفة شخصية يعني هذا علي. ضربت معايا زمان، هو ممكن ما ذكرت الاسم. لا عاد قلت لي جابر أنت بس أنا عرفتك يا جابر، ريتك أنت والله عرفتك من الصوت. الله كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب إن شاء الله. سلمني على الأستاذة نوارة واجد بكل، يقول لك كل سنة وأنت طيبة ومستحسد كم بانغازي. ان شاء الله ان شاء الله قريب. شكرا يا جابر، كل سنه وانت طيب. اسعدتنا صراحه. وانت طيب يا جابر، كل سنه وانت طيب يا جابر. وجابر خش اسمه في السحب. جابر جبار بخطرنا. صاحبك خش في السحب علي 5000 في وسطات زعمك. لو فاز عرفوا ان الموضوع شر علي. كويس، خلينا نقرا بعض التعليقات لان حتى انتم رايكم يهمنا جدا في هذا الموضوع. صحيح. عن طريق هاشتاج سهرية على تويتر والبث المباشر على فيسبوك، بالاضافه الى الانستغرام اللي ايضا حيكون مختلف بجرس يرن خلال الحلقة، والشخص الأخير أو التعليق اللي موجود في وقت القراية حيكون له منشن عن طريق
الاشخاص الاربعه الموجودين امامك؟ اعطوا شويه وقت لانستا. كيف نعطوا شويه؟ يعني خلينا نقرا شوي. تفضلي اقري يا استاذة منى عشان الناس كيف. في رو قالت صح فطوركم، في نوني قالت منورين البرنامج وصح فطوركم، الصراحه الاسعار 100% ما فيش اي شيء. المهم في ازدهار قالت صح فطوركم اسعار غاليه واجد زي كل رمضان يمر بالاخص الخضروات. اقروا تعليق بليز تحيه مني ليكم. في ورده كاتبه اسمها ورده، في ملاك قالت انا من البيضه والاسعار ما شاء الله كويسه. في تي ار ال دبليو ار دي قالت الاسعار غاليه كيف كل رمضان. في بشرى قالت صح فطوركم احلى برنامج واحلى اعلاميين ربي يدوم لمتكم. في اميره قالت احسن من السنه اللي فاتت. في اي ام زي تي قالت الاسعار زي كل رمضان الصراحه. نقروا فيسبوك وتويتر تو بعد نقروا فيسبوك شويه. علاء مقيل الطماطم غالي اكثر من الدولار، بالفعل رب يكون في عون الجميع على ارتفاع اسعار خاصه الخضروات. يعني تاتو تقول يلا تصويت على افضل مذيع مدواق. ماشي ممكن صوته اي صوته السيدات قعدات انتن قعدات وبخشوا التصويت بالضبط. مصطفى قايل ان الاسعار مبارك عليكم الشهر، الاسعار في شهر رمضان في ازدياد واكثر شيء الخضره سعرها مرتفع اكثر من الاشياء الاخرى. كويس نقرا بس كم تعليق على التويتر. دكتور سوار بن هاني صح فطوركم منورين وايد وشكرا بارك الله فيك اكيد في المتابعه دائما واحلى تحيه ل 218 نحبوكم هلبه متابعينكم من الكويت ومن الاردن. عبد البدري والله الشباب زي الورد ما شاء الله عليكم رمضانكم مبارك رمضانك مبروك يا عبدو. من تينج ان او اكس اني نغرد والضي هارب علينا ان شاء الله يرد بسرعه ان شاء الله الضي يا رب وكويس انكم قاعدين معنا بكل تاكيد. وفاء الفزاني مساء الورد درت اشتراك في باقة اليوم عشان شارك معاكم او في باقة اليوم عشان شارك معاكم ربي يحفظكم احلى برنامج ونموذج حلو لشباب الليبي ربي يسعدكم ومنوره عبوره كيف العاده طبعا اكيد ديما منوره عبير صح تزلبح فينا وتحاول تدير لنا شويه حاجات بس لا عادي ما شاء الله عليه بس ما شاء الله عليه ريت تصباي انت ما شاء الله عادي لا انا صراحه سعيد ان هن مصبيت مع بعض الحمد صراحه لله. نعم شكرا شكرا نعطوهم فرصه اوكي الفرصه موجوده عندنا من غير ما تعطونا يا لا لا اكيد طبعا. في موضوع مهم جدا صراحه انا نشوف فيه سهل ويقدروا يديروه الليبيين حكينا فيه قبل في شهر رمضان او حتى في الاوقات الثانيه اللي يكون فيها الخضره غاليه تكون فيها مشاكل وكذا. يعني ممكن 80 90% من الليبيين في حواشينهم عندهم بلكونيات بلكين حتى ولو بلكوني صغير ممكن حتى لو متر في متر ممكن سقيفه ممكن منور ممكن غيره يقدروا يحطوا قراريش وخصوصا الفلفل والطماطم واللي هن حاجتين اساسيات نستخدمه فين يوميا كل صح. يوم في كل شيء نستخدمه فين قروش صغير في الطماطم اللي هو اصلا طماطم صغير وسهل جدا طبعا انه يطلع والفلفل يقدروا يديروا الفلفل الملون الصغير حتى هو ياخذوا البذره بتاعه رخيص جدا ويزرعوه في الحوش ويقدروا يستخدموه صح. لما ما يقدروش يعدوا للسوق لما ما يقدروش غيره يكون سهل جدا واعتقد انه يكون مفيد جدا مش عارف جربينها من فكرة قبل فكرة حلوة. انا عن نفسي بابا يعني يحب الحاجات هذينا فمزارع كم حاجه في الحوش انا عن نفسي حتى البصل مهمه بصراحه الواحد يزرع يعني اعتقد بانه صح يعني ممكن اصعب شويه البصل لانه ممكن مساحه اكبر شويه يبي لكن حتى هو انا ما فيش اكله ما فيهاش بصل سبحان الله انا ما نعرفش ندير شيء من غير بصل بالضبط ما فيش ما اعتقدش ولا لا في اكلات واجد وفي ناس حتى المكرونه على فكره حتى المبكه في ناس يديروا فيها من غير بصل في بس البصل يعني شيء اساسي لكل الوجبات يعني الحلقه كده قعدت على البصل يعني البصل والطماطم والفلفل هو بكل تاكيد يعني فكرتك علي انك انت الاعتماد على نفسك في ظل غلاء الاسعار في الخضروات بكل تاكيد انك انت لو زرعت نفس الفكره اللي قالها يكون حل مناسب بكل تاكيد. نقرا بعض التعليقات على الفيسبوك على السريع لان الفيسبوك بصراحه تعليقات واجد ومنورين شباب على المشاركه. ايه قالت مبالغه في الاسعار هلبه السنه هذه شهر رمضان شهر الخير والبركه ربي يهدي العباد ويصلح حال العباد اللهم امين. مصطفى الغزال قال مسامح مش واضح واجد تعليقك. تاتو قالت منور يا ابراهيم منوره بوجودك يا تاتو. محمد قال منورين الشاشه يا هو انا اخوكم محمد كازوس مرحبا بك يا محمد من جديد. روزي تعليق الاخير احلى ابتسامه ربي يحفظكم جميعا شكرا جزيلا على تعليقاتك. يلا نقروا تويتر ولا شو نقروا؟ منى يلا منى نقروا منى منى نقروا منى. في سجا قالت كويسه احسن من السنه اللي فاتت. في اميره قالت احسن من السنه اللي فاتت برضو.
في منال دارت سميلات. في ميمو قالت لي خيرها مع ابراهيم. من هي خيرها مع ابراهيم؟ عبير. عبير الواضح انها عبير. انا صراحه يعني مش موافق واجد لان ظلمتني حتى انا، بس عبير انت اعطتك نقطه زياده. انا عارف سحبت مني قل نقاط، جاوبها وحدات اقل مني وقالت ما فيش ظلم. استنى شوي منى. منى في ايمان قالت حلو صوتك عبير. الله يخليك. منال برضو قالت الاسعار مبالغ فيها مع قله السيوله. في نانا قالت منى مدام انت تقري تعليقات نبي حسابك الشخصي. تمام. كان فيسي معنا، كان فيسي اكيد حتخش وتدير لك فولو منى. في سارو قالت تعتبر كويسه على رمضان يلي فات. في اميره قالت احسن من السنه اللي فاتت برضو. في دي ار سوير قالت ما شاء الله شكل كان برنامج مشهور وايد منورين تبعت من الكويت. هاي استني 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 اخر هي اللي فازت معنا. ورينا الزمور وين طلع. اوكي تاع وايد. تمام. دكتور سوار عندكم دكتور سوار شباب اكيد. نحن نفتش اعطونا بس سبيلينج. يلا دي ار اكتب معايا منى عبير تفضلوا. دي ار دي ار بس دي ار. اوكي استنى شوي. انت اعطينا منى دي ار اندرسكور هاي تناخذ. انا الصوره سيلفي مش هي اللي تنزل. يلا جيتها ولا لا؟ يلا ناخذ الصوره قبل. استنى شوي خلينا نصب. يلا تعالوا جنبي نصب وحده الرجاء الرجاحه. يلا ابراهيم هاي يلا جربوا معي. رمضان شهر مختلف على جميع أشهر السنة، له طعمة خاصة، له ريحة خاصة، بنة خاصة، جو خاص. الواحد حتى نفسيته تتغير فيه، يعني تختلف باختلاف ما يعدي له، شهر روحاني أكثر. في حلقة اليوم حبينا ندير لفة حول العالم أو لفة بسيطة في بعض مدن ودول العالم اللي يحتفلوا برمضان بطرق مختلفة. حنديروا لفة في مجموعة من هذه الدول، نشوفوا كيف التجهيزات الرمضانية اللي ديروا فيهن، ونبدأ بأول دولة. طبعاً بالنسبة للناس اللي يزوروا في مصر في رمضان أكيد عارفين كيف أن مصر تختلف على أي مكان تاني في رمضان. جوها صح. جو مختلف تماماً. صح. أجواء رمضانية بامتياز كبيرة جداً. يعني بصراحة أنا قضيت رمضان واحد في مصر، من أجمل رمضانات بصراحة. الناس للفجر يتمشوا ويأكلوا ويضحكوا ويلعبوا، يعني تحس الحياة بسيطة وحلوة في مصر، فأجواء غير عادية بصراحة. أعتقد أني أول دولة في التوب يعني. صحيح صحيح. هي الأجواء هم يحتفلوا بجديات في رمضان، يعني يبدأ في حتى قصة الفانوس هذا يبدأ بالزبط. بين الأطفال وكذا. صح. فالاحتفال من بداية الشهر يبدأ، حتى موائد الرحمن شكلها جميل جدا لما تكون متواجدة، وكل الاحتفال يعني كيف يهتموا برمضان بشكل كبير. هم من شباب من ضمن عاداتهم حتى هي صناعة الفوانيس هذينا، تلقى صناعة فعلا يعني يدوية. صح. وما شاء الله حلوة بصراحة. أنا ما عديتش مصر، ما عمريش زرتها، لكن أنا نتمنى. مصر كان جميل.
انا نتمنى نزورها بصراحه. هو القنديل ما يختلفش واجد على الفانوس، نحن نقولوا قنديل زمان الورقيات وكذا، بعدين حتى الفانوس قعدنا نقولوا عليه قنديل. ناخذ كم تعليق قبل ما نسافروا ل دوله ثانيه. دوله ثانيه. انا خشيت على هني لحظه بس تقدروا تبدوا على الفيسبوك. في ام رواسي قالت منور ابراهيم، اكيد شكرا. ومنور ابتسام بن صالح، منور ابراهيم ولا شنو؟ هي قالت منور ابراهيم، انا قريتها منور ابراهيم بس حبيت اتاكد بس تمشي. عبدو ترهوني قال منورين على السهريه الحروه، منور يا عبدو. رواد جمال حتى حروه رواد جمال قال منورين شباب ربي يحفظكم، منور يا رواد. صلاح قال منورين ربي يحفظكم، كلهم منورين الشباب. و WROG قال كل عام وأنتم بخير، وتحية لقناتكم ولطاقم برنامجكم الرائع، والأسعار تقدر تقول أنها في متناول الجميع. يلا تعليقين كويس. قبل ما نديروا سفرة تانية من محمد المجبري، الأسعار نار عندنا للأسف كل يوم في الزايد. حنون صح كلامك عبير، أحلى وأجمل رمضان مر علي في مصر، يهب لي جنن. آيات الفرطاس الله محلى المكان، خاطري رمضان برا ليبيا ونجرب هالتجربة. حنمشي الإنستغرام بعد الفيديو الجاي. هذه كانت لبنان طبعا، وجه تحيه الربيع قاعد معنا تحت في المطبخ خلينا نقول بتاع سهريه. لبنان واحده من دول جميله جدا اللي زرتها طبعاً. انا جوها مختلف، طبعها مختلف، ما قضيتش رمضان غادي او كنت في رمضان صراحه، لكن انا متاكد ان اجواء رمضان فيها حتى هي حتكون مختلفه، لانها بلاد مليانه حياه فيها زي ما قلت. يعني عموما يعني الشعب اللبناني شعب يحب يعيش، يحب الحياه مهما كانت الاوضاع صعبه او مختنقات الحياه، ولكن ديما تلقاه فرحان ومغير جو وطالع، فما بالك في شهر رمضان يعني. وهذه اهم استفاده يعني في عز الحرب لما كانت موجوده في لبنان، وعز الحروب الاهليه كانت موجوده بشكل كبير، كانت الحياة متواصلة وموجودة ومرسوخة، كل تلقى الحفلات موجودة، تلقى الأعمال الفنية صحيح. موجودة، والملتقيات موجودة بشكل طبيعي جدا ولا كأنها في حرب. فأكبر تحدي للحروب هو حب الحياة. أكيد شباب، طبعا توا معانا أصوات أو رسائل من مشاهدينا، مشاهدين أكيد سهرية، خلونا نسمع. مساء الخير وعليكم وعلى الجميع، ان شاء الله ديما متامين على الخير، كل عام وانتم بخير، متحلى لما اللي على 218 منورها يا عليوه. شكرا شكرا. نور نورك. ناخذ واحد ثاني. والله عليوه ماشيه معاك. السلام عليكم وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، ومنورين الشاشه في برنامج سهريه، ومعكم مريم مجبري، وان شاء الله نخش السحب. ان شاء الله كيف خشيتي انت اصلا السحب؟ ناخذ واحد ثاني. ابراهيم ولا مزال؟ السلام عليكم برنامج السهريه، صحه فطوركم، كل عام وانتم بخير. انا طبعا معكم عايشة الحاج برا مش في ليبيا، نتمنى نفوز معكم في السحب. طبعا ماليه غادي في ليبيا، بما انه هذا ليش نبي نشارك معكم. ربي يحفظكم. ربي يحفظكم. انت نسمع اتصال يعني صوت ثاني. السلام عليكم، صحه فطوركم، منورين على البرنامج الرائع، وان شاء الله ديما كمل تمرين وسهريه طيبه. ان شاء الله كل سنه وانت طيبه يا رب. ان شاء الله بس نعاود نذكره مره ثانيه ان الواتساب بس للرسائل الصوتيه مش للاتصالات، لان الاتصالات بعدين يودرن يعني يودرنا ما عادش نقدر ناخذهم. بس ناخذ تو اتصال من هيثم. اهلا هيثم. هيثم مساء الخير، تسمع فينا هيثم؟ مساء الخير يا هيثم. الو، تفضل مرحبتين. هيثم لو تسمع فينا انت على الهواء في برنامج سهري. الو، نسمع فيك احنا يا هيثم، تسمع فينا؟ ان شاء الله. تفضل مرحبتين بك. اهلا وسهلا بك. مساء الخير، تفضل. تحيه لكم. التغطية تعبانة على هيثم. تحرك على اليمين شوية هيثم. تغطية. مش عارف لو مازال معنا اتصال شباب ولا اوكي. هيثم على كل حال شوف انت اسمك خاش معنا السحب، سعيدين جدا بسماع صوتك، لكن خلونا نقرا كم تعليق قبل ما نمشوا زيارة ثانية لدولة ثانية. من حنون قالت خاطري نكون معاكم ضيفة، تستقبلوني مع العلم اني مقيمة في الأردن، طالبة ندرس، ادعوا لي بالتوفيق. كل التوفيق، ونحن يعني دائما موجودين، بالعكس يكون لنا الشرف انك تكوني معنا وفي سهري استوديو سهرية. من وفاء، يا ريت تعطي لكل
يا ريت لو سمحت تعطي لكل المتطوعات في مركز القرضبية لتعليم كبار السن والمتأخرين في التعليم جد جهود جبارة ويعطوا أمل كبير لكل الدراسات أن العلم ملاش عمر أو جنسية، لأن يستقبلوا حتى في طلبة من دون أوراق، يقروهم مع العلم أنها جهود شخصية من المديرة والمتطوعات من دون شيء. يعني تحية كبيرة جدا لمركز القرضبية شباب، وهذا الشيء جميل صراحة. عندي لو في تعليقات على الفيسبوك قبل الاتصال او في اتصال هناخذ اتصال قبل. الو مساء الخير. ما فيش اتصال. طيب خلينا نقرا شويه تعليقات على الفيسبوك. مفتاح سنوسي يقول تحيه لاجمل برنامج على قلبي سهريه، واحلى تقديم واحلى كادر واحلى صوره، كل عام وانتم بالف خير. ربيع عمري يقول احلى تحيه مني ليكم. ونس تاتو تيت تقول يا ريت تشجيع ودعم لليوتيوبر الليبيين وتحياتي لكم. كل تأكيد نحن دائما معهم. قبل ما نعدوا الانستغرام هنا نشوفوا زيارة لبلد ثاني. أنا شفت عندهم بدري نفس الزلابية بتاعنا بس كان لونها مختلف. بس مش عارف حاجة حلوة أو حاجة مالحة، لكن شكلها يشبه الزلابية هي. أكيد حلوة. نفس الحاجة. منين تعتقدوا الزلابية شباب جاية أصلاً؟ زلابية أصلها يعني؟ إيه هندية؟ لأني أنا مش شايفها في أي مكان غير ليبيا صراحة. لا مش عارف عندهم حتى الهنود عندهم. إيه زلابية صح، هي مش يعني أنا مش شايفها بصراحة. من تونس القيروان. سونيا قاعدة متوفرة من توا، قاعدة توري فينا في الإجابات. خلينا نقرأ أنستا. يلا أقرأ أنستا. غششتني. عندك سجا قالت شن هم القراريش يا عليوة، من يومها ندور فيهم شن يكون ما عرفتهمش. قراريش القروش اللي هو نفس هذا قروش. في له اسم ثاني؟ قاعدة النبات يعني. قاعدة النبات. مش قاعدة النبات اللي تحط فيها النبات. ما هي القاعدة اللي تحط فيها. أيوة القاعدة اللي تحط فيها. اللي هو نفس هذا القهوة يا طلال، كان في إمكانية تجيب لنا القروش هذا. اللي هو يحطوا فيه في الورد هو القهوي، مش عارف شو نسموه فيه، ديما قهوي ولا اسود. هو قروش. قروش قروش صح. شو تقولوا له عبير؟ انا ما اعرفش. عندش خلفيه على الزراعه. يحطوا فيه في الورد. محبس حسب كلام. محبس خاتم. محبس انا حسيته خاتم بس مش مشكله. في تعليق ثاني من ام علي، لمتكم حلوه ربي يفرج على الناس في الاسعار العاليه. في صبرة تقريبا صح فطوركم احلى برنامج وما تحلى سهريه الا بكم. كذلك في اس جي او اعجبني ديكور البرنامج الجديد. شكرا يا اس جي او. اوكي اس جي او. في بلد ثانيه. في بلد ثانيه بس مش عارف تبي تعطينا تعليقين ولا لا قبل ما نخش على البلد الاخرى. اوكي ام مروه تقول ربي يحفظكم ويطول في عمركم ويحفظكم من كل شر ومكروه. ناخذ معنا اتصال. مساء الخير يا فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخيرات. كيف حالك؟ معكم فهد المطيري. مرحبتين بك. مين تكلم فينا يا فهد؟ من المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بكل أهلنا في المملكة العربية السعودية. من منطقة القصيم. أهلا بك. كيف رمضان وأجواء رمضان في المملكة؟ والله زين، احنا نتابعكم صراحة و الليبيين انتم على ما قال اخواننا ومنه فينا. الله يخليك يا رب. تسلم. نور يا فهد، شكرا. نحن سعيدين جدا بالاتصال هذا. لا بالعكس، انا متابعكم بالعكس يا سيدي. نحن سعيدين دائما وديما خليك موجود معنا. لا صراحه بس معجبين فيكم وما قصرتم صراحه. لا نحن سعيدين جدا صراحه. بس شوف انت حتخش معنا للسحب في حاله انك جاوبت على السؤال. انا اهم شيء اني سمعت اصواتكم وشفت. الله يخليك يا رفيق. الله يسلمك. شكرا جزيلا على الكلام الحلو. طبعا سحب فهد، نتمنى انك تكون معنا دائما في الاستماع ونحن سعيدين بك. اتابعكم الله. شكرا لك ورمضانك طيب ان شاء الله. شكرا. سعداء بمشاركتك فهد. اكيد فهد اسمه خش معنا السحب ايضا. حنمشوا لدوله ثانيه. ايوه نمشي ما نقرا في تعليق وفي نفس الوقت بنقول نمشي لدوله ثانيه. خلينا نمشي لدوله ثانيه يعني. يلا ترجمة
وهذه كانت اندونيسيا واحده من اكبر الدول اللي فيها مسلمين في العالم. صراحه دوله جميله جدا، دوله راقيه، مشتغلين عليها. ما زرتهاش بس زرت المنطقه انا صراحه. أوكي. والله عدينا اندونيسيا. هي بالي مشيت لاندونيسيا. ناسي انت. صحيح. لا مشينا لاندونيسيا بس ما قعدناش في جاكرتا مثلا، او ما عديناش المكانات الكبيره، مشينا المكانات الصغيره دغري على طول. سياحية. لكن هي صراحه اسيا جميله جدا. صح. اللي هي جنوب شرق اسيا خاصه من تايلاند وغيرها من الدول، جميله جدا صراحه. بس انا اتوقع في اندونيسيا يكون رمضان مختلف وحلو بكل، لان الشعب الاندونيسي صار مضياف بشكل كبير، وهذا اللي لاحظناه من خلال الزياره. جاني مسج تو اعطانا الاجابه اللي كنا ندور فيها، محبس ورد يسموه فيه. أوكي. محبس ورد زي ما قالت سونيا. صح. اوكي. حتى شكرا سونيا، اليوم نورتنا سونيا، وان شاء الله حتكون معنا بعد شويه في سهريه سبورت اكيد. عبد البدري قال محبس، حوض، سطل، قردل، اللي تبيه. شكرا، بارك الله فيك. خيارات المتاحه. اروى الشريف، الصيص هذه ما اعتقدش انها من عندنا، بس مزبوط صح الصيص باللغه العربيه. لا ماسيا يسموا فيه الصيص. اخر تعليق في تويتر لليوم من اروى زايد، ان شاء الله اسم صح يا اروى، تحشمت معك المره اللي فاتت. تحيه للاستاذين عز وصالح الهادي وباقي الكادر في مدرسة الكاراتيه بني وليد، منورين على المجهودات المبذولة، وربي يوفقك. نقرأ شوية تعليقات بس، سمحيني منى. قطعت منى انت. الانستغرام خذا حق اليوم. نقرأ بس تعليقات على اللايف الفيسبوك من لمسة الحياة، تقول رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين، يا ربي منورين، ربي يحفظكم جميعا، الأسعار مرتفعة، ربي يكون في عون اللي عندهم أطفال مع قلة السيولة. عنا في الانستا مريم قالت الاسعار غاليه واجد في بنغازي في كل شيء سواء في الخضروات او المواد الغذائيه، والسيوله ما فيش، وان شاء الله ربي يلطف بالحال. في ايوتا قالت عبير غزاله، الله يخليك. في الاء قالت السلام عليكم، صح فطوركم، منورين الشاشه شباب، الاسعار رمضان هذا تعبت الشعب الليبي تعب، ايوه، واني في طرابلس، واسعار حاله هي كلمه واحده، هي كذا حسب الله نعم الوكيل يعني. صراحه يحفظكم ربي ان شاء الله. في مجد قال حلو صوتك عبير، منى اقري رساله بليز. في ايوتا قالت هبلوا شباب وربي يحفظكم. شكرا ايوتا، وشكرا لكل من شارك في جميع فقرات سهريه. نحن حنطلعوا طبعا فاصل، بس بقول نقطه مهمه قبل الفاصل، لازم نحن نوجه رساله، يعني نحن موضوعنا على الاسعار الغاليه، فنتمنى يعني شباب ان الناس اللي مسؤوله عن هذا الموضوع ان هم يشوفوا الموضوع شوي. صح. الناس بصراحه يعني تعبت اكيد، الاوضاع والظروف توا صعبه، لازم نحن نصبوا مع بعضنا ولازم نحاول نساعده، يعني في النهايه هو اكل. ممكن الخضروات هذين اللي مخليهن غاليه الناس ما تقدرش تشريها، ثاني يوم تقعد معاك تخرب، في النهايه انت بتعزقها، يعني حاول انك انت تساعد يوم اثنين ثلاثه في الاسبوع، مش مشكله، مش حتخسر في النهايه. صح 100% منى، انا نسيت اللي كنت بقوله طبعا، بس موافق الكلام. انت كنت بتقول حاجه مهمه لكن منى. لا انا موافق جدا الكلام اللي تقول فيه منى صراحه، بس نحب نقول لكم ان التعليقات اللي على الفيسبوك وتويتر وانستغرام حتى بعد الحلقه نحاولوا ان احنا نقروا العدد الاكبر منهم، ونحاولوا ان نكون معاكم، يعني صدقوني نقروا فيهم كلهم او نقروا في جزء كبير منهم، سواء انا وابراهيم او منى او عبير مش عارف صراحه، بس يعني ممكن اعتقد ان حتى هي تقرا معنا. خلونا نطلع فاصل قصير ونرد نكمل. يلا ليش اللي ضحك فيك؟ غير فيها هذه شوط الكره. ما مطين ولا
طبعا نحن وصلنا تقريبا لنهاية الجزء الأول من سهرية. كنت منسجم مع الشباب قاعدين يلعب كورة، بس للأسف هم اثنين مش واجد يعني. عليك دعايات يعني. لا لا بالعكس، لا ما شاء الله عليكم. طبعا موضوع حلقتنا اليوم كان مهم جدا، وهو الأسعار في رمضان واختلاف الأسعار هذين وكيف يغلن الأسعار. وسألناكم يعني في رأيكم بالنسبة لرمضان هذا، هل كان في تغير كبير أو تغيير في الأسعار؟ في جزء كبير صراحة من الناس قالوا أنه يعني ما فيش تغيير كبير، الأسعار مش واجد رقن، ممكن في الخضروات أكثر شيء فيه ارتفاع شوية، لكن بالنسبة للسلع الثانية والسلع التموينية ما فيش واجد. وهذا يعني حاجة كويسة، لأن نحن نشوفه في رمضانات اللي فاتت كيف أن الأسعار تركب واجد وتركب بسرعة، خصوصا لما كان الدولار واصل 8 و7 و9 وغيره. يعني هو معنا نزل يعني زي ما نقوله نزل بكثرة، يعني كان في فرق ما بين السنة هذه والسنة اللي فاتت، لكن حتى الأسعار نوعا ما ما زالت غالية. هي صحيح ما زالت غالية، بس في حاجة تانية عبير، اللي هي الناس اللي هم يشتغلوا محليا والخضرة المحلية أو المنتجات المحلية مفروض هي تكون أرخص، بس للأسف إن حتى هم يشتروا في الحاجات التانية من نفس الفلوس اللي يكسبوا فيه من الخضرة. يعني بيعدوا بيشتروا سماد، بيشتروا مبيدات حشرية، بيأجروا مزارع، بيأجروا مكان، حتى هذين مصاريف عالية. لما يقدن أصلا المصاريف عالية مش واجد تقدر تلومي عليهم ان كيف مغلين الاسعار، حتى هم يبوا غير انه يبوا يكسبوا على الاقل بيغطوا المصاريف اللي يصرفوا فيها هم. انا بصراحه حابه نشكر كل المشاهدين والمتابعين على الفيسبوك، كلهم قالوا لنا زيدوا وقت البرنامج اقل شيء ساعتين واكثر. بصراحه يعني احنا حابين انكم تشاركوا معنا وتتفاعلوا معنا وتغيروا جوكم زي ما احنا بالضبط نغيروا فيه أجواءكم. طبعا صح، في مثل يقول بات خفيف، يعني على السريع كنجو خشة سريعة ونكمل. خلونا توا نمشوا للفقرة المهمة السحور. لا شوي آخر في الصباح خير. خلاص سو سحور الحكاية وعاش. شنو أخبارك؟ تمام. شنو عندكم في سهرية اليوم؟ اليوم عندنا في سهرية حنبدو أول حاجة كالعادة كان عودنا المشاهدين على دوريات رمضان اللي نحفل عليها، على دوريات الخماسية اللي تكون في شهر رمضان الكريم. كل سنة معودين مشاهدين من 2018، والسنة هذه بالذات دوريات رمضان كبيرة هلبة، مع أن توقعنا أنها حتكون في أقل نسبة المشاركة للفرق، لكن في هلبة. اليوم عندنا غدامس وعندنا جال وعندنا مدن هلبة على دوريات رمضان، وعندنا أخبار رياضية أخرى لنادي الاتحاد في كرة القدم الخماسية دورة رمضان في الكويت، وعندنا حتى أخبار عالمية رياضية. ما شاء الله. أكيد. أكيد طبعاً حنعدي سبورت أو شباب. أكيد بعد شوية حنكونوا مع سهرية سبورت، لكن بس حاب نوجه تحية سريعة لكل مشاهدينا من خارج ليبيا، سواء الليبيين أو غير الليبيين، وجوكم تحية كبيرة جدا. نحن دائما سعيدين أنكم تكونوا معنا. خلونا توا نمشوا لمرحلة. يلا على أساس قلت لي جيعان من بدري وأنت ساكن. لكن بسرعة. أنا مترين. يلا. صار. إبراهيم ما يأكلش اليوم. لحظة. يحب سنة يحطون ضم عليه. تفضلي سنة. يا إبراهيم. Thank you.